رصد مركز حقوقي في محافظة الضالع 98 حالة تضرر بشرية ومادية خلفت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح في المحافظة منذ مارس لعام 2015 وحتى يونيو لهذا العام. ونشر مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان إحصائية تؤكد توثيق المركز 26 حالة قتل نتيجة الألغام، من بين ضحاياها 3 أطفال. لمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي رئيس مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان أحمد الضحياني. أهلا وسهلا بك، أطلعنا على أهم محتويات التقرير الصادر عن المركز في نقاط محددة. مرحبا. مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان وثق ما يقارب 98 حالة تضرر بشرية ومادية خلفتها الألغام الأرضية المضادة للدروع والألغام المضادة للأفراد التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الضالع خلال الفترة من مارس 2015 إلى يونيو 2017. ارتكبت جماعة الحوثي المسلحة من هذه هذا 98 ضرر 81 ضرر ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح، كانت على النحو التالي: 26 حالة قتل، منها 15 حالة جراء انفجار الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها هذه الميليشيات، بينها 3 حالات أطفال. أيضا المركز وثق ما يقارب 28 حالة إصابة، منها 13 انفجار ألغام أرضية زرع الحوثيين، بينها 4 حالة من الأطفال وامرأة، بينما وصل عدد الجرحى المدنيين إلى 22 جريح مقابل 6 جرحى عسكريين خلال فترة التقرير بين مارس 2015 إلى يونيو 2017، فيما بلغ عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية 13 جريح، بينهم 5 بترس أطرافهم. نعم، ولكن هذه الأرقام الواردة في التقرير وعددها قرابة 98 حالة تضرر، هل تمثل كافة الحالات في الضالع منذ عام 2015 حتى الآن؟ هي تعتبر الحالات التي يعني الخاصة في انفجار الألغام الأرضية والألغام الخاصة بالدروع وبعض التسجيلات والعبوات الناسبة التي قيدت يعني من أطراف مجهولة. هذه يعني أضرار بشرية وأضرار مادية. الأضرار الخسائر والأضرار المادية وثق مركز وعي الإعلام وحقوق الإنسان ما يقارب 34 منزل سجلتها ميليشيا الحوثي وصالح عبر استخدامها ألغام أرضية شجر انفجار تم تصنيعها محليا من مادة سي إن تي المعروفة بالديناميت أو تسمى بالبارود. من بين تلك المنازل 22 منزلا تم تدميرها كليا و12 منزلا تم تدميرها جزئيا. أيضا الفريق الميداني لمركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان رصد يعني قيام جماعة الحوثيين المسلحة وقوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح ما يقارب تلغيم 5 مواقع حيوية كان يرتادها الناس والمواطنين والرعاة. هذه المناطق أو المواقع التي تم تلغيمها بألغام مضادة للأفراد في شمال مريس ومنطقة العود شمال محافظة الضالع. نعم سيد أحمد الضحياني، يعني كنتم قد أعلنتم عن توثيق بعض الحالات. سيد أحمد، انفجار هذه المركبات سقط 4 قتلى مدنيين بسبب هذه الألغام. نعم، ولكن كنتم قد أعلنتم عن توثيق بعض الحالات، لكن ما هي الخطوة التالية لهذا التوثيق؟ هل هو بهدف إيصالها إلى المنظمات الدولية؟ نعم، نحن بصدد وحدة الرصد والتوثيق بصدد القيام بترجمة هذا التقرير وإيصاله للجهات المختصة سواء في الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن بما فيها يعني منظمات الأمم المتحدة والخاصة والمعنية في يعني حقوق الإنسان. نعم، رئيس مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان أحمد الضحياني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا.